بسم الله الرحمن الرحيم. من غير شك أن الجالية الإسلامية جزء من المجتمع الأسترالي، شريحة من شرائحه داخلة في النسيج الاجتماعي للمجتمع الأسترالي. الميديا بتلعب دور كبير جدا، وبعض التصريحات السياسية غير المسؤولة تلعب دورا كبيرا جدا في تنمية ما يسمى بالإسلاموفوبيا اللي هي الخوف من الإسلام. والحقيقة في ال10 سنوات الأخيرة المسلمون عانوا كثيرا، وخصوصا بعد 11 سبتمبر كانت هناك معاناة شديدة جدا انعكست على شرائح مختلفة من المسلمين. تعرض بعضهم للسخرية، وتعرض بعضهم ربما للإيذاء، وتعرض بعضهم يعني للسب والشتم في الشوارع. من المهم جدا للمجتمع الاسترالي انه يتعرف على بعضه، وانه يتعرف على مكوناته المختلفة. وتعرض بيتي لبعض مظاهر الكراهية، وتعرضت انا شخصيا للتهديد بالقتل واكثر من مرة. انه الجانب الاخر للاسلاموفوبيا انه ساعد على نشر قيم الاسلام، وساعد على التعرف على المسلمين. من غير شك لابد أن تكون لديك إحصائيات بالحالات الاعتداء التي تحدث، حالات الكراهية التي تحدث لبعض الناس، وهي كثيرة، بيتعرض لها الناس تقريبا يوميا. من المهم جدا أن تكون لدينا هذه الإحصائيات. من المهم جدا أن احنا يبقى لدينا خريطة بمناطق الكراهية التي تحاول إيذاء الأطراف الإسلامية في أي بقعة من البقاع. من المهم جدا أن احنا نقدم للمجتمع الأسترالي الحريص على التعددية الثقافية والانسجام الحضاري، أن نقدم له هذه الخريطة ونقول له المناطق الفلانية والمناطق الفلانية والمناطق الفلانية هي أكثر المناطق ممارسة للكراهية والإسلاموفوبيا. أيضا من المهم أن تكون لدينا هذه الإحصائيات حتى نستطيع أن نقدمها إلى مفوضية حقوق الإنسان، وهي مفوضية جادة واحنا بنحترمها كتير، ولهم بينا علاقات طيبة، بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نعالج الظاهرة. يعني نحن لا نريد ان نتجنى على احد، وانما نريد فقط يعني ان نلتقي على كلمة سواء، يعني ان نلتقي كأعضاء في المجتمع من غير نظرية الطرد والإقصاء والاستعلاء. لذلك من المهم جدا ان احنا عندنا عملية رصد لما يسمى بالإسلاموفوبيا.